العالي الغلبوني رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات عقدت هذه المحكمة ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لثامن مارس. هذه الندوة جاءت استمرارية للندوة السنة الفارطة المتعلقة بالعنف ضد النساء القانون 113 الحصيلة والآفاق. هذه السنة عقدت ندوة علمية كذلك ولكن تتعلق بالعنف الإلكتروني ضد النساء والاتجار في البشر. هذه الندوة أطرها مختصون من قضاة وأساتذة جامعيون ومجتمع مدني. وشكرا. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، قررت اللجنة الثقافية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات تنظيم هذه الندوة العلمية حول موضوع الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني والاتجار بالبشر. وتأتي هذه الندوة في سياق انفتاح هذه المحكمة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وكذلك العلمي، وكذلك من باب التوعية والتحسيس بخطورة هذه الجرائم وبضرورة التبليغ عنها وبضرورة التحسيس بالمقتضيات القانونية الحمائية في هذا الإطار، وذلك تشجيع الضحايا من النساء والأطفال ضحايا جرائم الإلكترونية والتجارة بالبشر بالتبليغ عن هذه الجرائم، وذلك من أجل الاستفادة من كل التدابير ديال الحماية والدعم والمساندة التي يضمنها لهم القانون 27/14 المتعلق بمكافحة التجارة بالبشر، وكذلك القوانين المتعلقة بمنظومة مكافحة جرائم العنف الإلكتروني. وقد كانت المناقشات حقيقة كانت مناقشات مستفيضة، وشارك فيها تلة من رجال القانون أساتذة جامعيين وقضاة ومحامون ومنظمة المجتمع المدني، والتي ساهمت في مناقشة نقاط مهمة كتعلق بهذا النوع ديال الجرائم والأبعاد الحمائية للقوانين المرتبطة بالموضوع. وقد تمخضت عن هذه الندوة توصية مهمة سوف يتم الإعلان عنها مستقبلا، وكنشكروا بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام التي واكبت هذا النشاط العلمي من بدايته إلى نهايته، والشكر الجزيل كذلك لمختلف الفعاليات لا من منظمة المجتمع المدني ولا من المؤسسات التربوية والتعليمية وكل الفاعلين اللي حضروا معنا ونشطوا لنا هذا النشاط العلمي المهم جدا. وكنتمنى نتلقوا كذلك استقبالا إن شاء الله في ندوات علمية أخرى في مواضيع كذلك أكثر راهنية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العالي الصباحي رئيس رابطة قضاة المغرب. كنحضروا اليوم برحاب المحكمة الابتدائية بالخميسات بدعوة من السيد رئيسها ووكيل الملك بها، وذلك تخليدا لذكرى اليوم العالمي للمرأة وفي إطار ندوة تتعلق بالعنف ضد المرأة الإلكتروني والتجار بالبشر. كانت مداخلات جد مهمة تعبر عن مدى اهتمام سواء الجهات المسؤولة القائمة على مكافحة الجريمة من قضاء ونيابة عامة ورجال السلطة ودرك إلى غير ذلك، أو المجتمع المدني الذي كان حاضرا بقوة وعبر عن كل ما يصبو إليه من الوقوف جنبا إلى جنب إلى جانب المرأة التي تبقى هي بالدرجة الأولى موضوع أو ضحية العنف الإلكتروني أو التجار بالبشر. حاولنا أن نقدم عدة مقترحات وخرجنا بتوصيات جد مهمة سيتم نشرها بطبيعة الحال من طرف منظمي الندوة. وشكرا لكم.